ورجعنا لكم مرة تانية من فقرتنا الأولى. من فترة كانت الدكتورة مروة أحمد كشك بتناقش رسالة الدكتوراه بتاعتها في الصحة الرياضية، وكانت متعلقة بتعامل المدربين والمدرسين وأولياء الأمور للتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. من خلال الأبليكيشن المحتوى بتاعه بيساعد كل الأطراف بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. تفاصيل كتير طبعا هنعرفها منها عن رسالتها وعن الأبليكيشن اللي عملته. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير. عايزين نعرف اكتر بقى من حضرتك، فكره الرساله بتتكلم بالظبط عن ايه وجات لك منين؟ تمام. حضرتك دلوقتي حاليا البحث العلمي في مصر بيهتم بالتميز العلمي وتاكيد وتلبيه احتياجات المجتمع، وان اللي انا بقدمه من البحث العلمي لازم المجتمع يكون محتاجه. فانا اولا انا بشتغل في مدرسه، فانا جات ولية امر بتسالني بتقول لي انا حالا مش عاوزه اتعامل، انا عندي طفل عنده اعاقه عقليه ومش عارفه اتعامل معاه. فانا قلت لها ممكن حضرتك توديه لدكتور او اخصائي. فهي قالت لي ليا من قريه، فالقريه مش متوفر فيها دكتور او اخصائي وكمان التكلفه هتبقى عاليه. فانا جت لي ساعتها الفكره، ساعتها وقتها كان الكلام ده من 4 سنين 5 سنين تقريبا، كانت فكره ان الرئيس كان بيناشد بالاحتفال بيوم الاعاقه وحددوا اليوم 3 ديسمبر من كل سنه نحتفل بيه. وبعد كده بدا وقتها كان برضو دكتور طارق شوقي بدا يناشد بالتابلت، بمنظومه التابلت والتحول الرقمي وانتشاره في مصر. فبعد من الوقت دوت جت في دماغي الفكره ان انا ازاي اوصل للمعلم وولي الامر ان هم يتعاملوا مع الطفل اللي عنده ذوي اعاقه بالاكتساب سلوكيات صحيه، ابدا اعلمها للطفل عندي، بتطور من حياته الصحيه، بتخلي حياته احسن، بتخليه بدل هو شخص اعتمادي بيعتمد على الاخرين، لا انا شخصي الطفل بيعتمد على نفسه. طيب احنا عايزين نتكلم بقى على الابلكيشن اكتر بتفصيل، يعني هل الابلكيشن ده خاص بالطفل وذوي الاحتياجات الخاصه ولا الاولياء الامور والمدربين فقط؟ هو حضرتك الابلكيشن بينقسم لقسمين اثنين، شك ورقي وشك الكتروني. الشك الورقي دوت انا بديه للولي الامر وبديه للمعلم بحيث ان هم يبداوا يتعرفوا على المعلومات اللي فيه، وابدا المعلومه المعلم هياخد او ولي الامر يبدا يكسبها للطفل. بس الطفل اللي هو عنده اعاقه عقليه انا لما باجي اديله المعلومه انا مش هعرف اديله اقول له معلومه نظريه، فلازم اديله في صوره لعبه ابسطها له، لان هو بيبقى شخص كبير بس بيتعامل مثلا اللي عنده 8 سنين بعمله على عقليه طفل عنده 4 سنين 5 سنين. يقدر يستوعب ويستوعب. دي حاجه. تاني حاجه ان لما هو هيمارسها لعبه هيحبها، بعكس ما تديله معلومه بشكل امر هو مش هيتقبلها منك. مظبوط. طب احنا الابلكيشن يعني هيضيف له ايه بالظبط وهيستفاد منه ايه بالظبط؟ لو تدينا كده تفاصيل اكتر. تمام. هو الابلكيشن حضرتك بيتكون من 5 اقسام. اول قسم فيه الصحه الشخصيه، ثاني قسم فيه التغذيه السليمه، ثالث قسم فيه متابعه النمو، رابع قسم فيه الامراض والمخاطر، خامس قسم فيه الاسعافات الاوليه. اول قسم الصحه الشخصيه، انا اول حاجه انا من اللي هو الجزء الورقي الخاص بالمعلم وولي الامر انا ببدا اعلم المعلم او اكسبه اقول له ان لازم الطفل يبقى يهتم بنظافه ملابسه، لازم الطفل عندك يهتم ازاي يغسل ايديه، ازاي الطفل عندك ازاي النظافه الشخصيه، ازاي يعتني بنفسه. دي ابسط حاجه ان الطفل بيعلمها، حتى لو اي طفل طبيعي عنده 3 سنين 4 سنين انت الطفل ده انا ببدا اعلمها له. بعد كده ببدا اقول بعد كده باخد المحور الثاني اللي هو التغذيه السليمه، ببدا اعرف الاب والام ايه هي عناصر الغذاء الرئيسيه، ايه اللي هو طبق الاكل الصحي، ازاي انا اقدم الاكل لابني وجبه صحيه. الوجبه الصحيه المجموعه الغذائيه بتتكون من ايه؟ بروتينات، فيتامينات، املاح معدنيه، ماء. دوت مش كل الاهالي تعرف، مش بتعرف المجموعه الغذائيه، هي بتحطه مثلا حته لحمه حبه فراخ، بس هل تعرف الام او الاب او المعلم ايه الكميه المناسبه لكل طفل؟ اولا الطفل المعاق في انظمه غذائيه بيتبعها، اولا في اطفال عندها حساسيه من ماده الجلوتامين، الجلوتامين ديت عباره عن اللي عندهم حساسيه مثلا من القمح او الشوفان، ما ينفعش ياكلوا اكل فيه حاجات من دي لان بتسبب حساسيه بتسبب لهم مشاكل في الجهاز الهضمي. تاني نظام تاني محدود الكربوهيدرات، لو انا اديت لهم مثلا وجبه غذائيه فيها كربوهيدرات كتيره دي ممكن تسبب له زياده في الوزن عندي للطفل. لازم الام لازم تعرف ايه المناسب للاكل وايه اللي مش مناسب لاكل ابنها. تالت حاجه متابعه النمو. لازم طبعا الابلكيشن هو بياكد لي الفكره، يعني مثلا ايه، انا الطفل عندي انا بجيب له إيه، اولا الطفل المعاق ما ينفعش ياكل ما ينفعش ياكل في طبق مسطح، لازم يبقى الطبق بتاعه غويط، الكوبايه تبقى متغطيه، الادوات بتاعته تبقى ادوات مصنوعه من ماده البلاستيك عشان ما تسببلوش ما تعورهوش او تتكسر. يعني تمام. ببدا احط الابلكيشن عباره لا الطفل هو بيضغط على الصوره اللي هو على الكلمه اللي هو عايزها، فلما بيضغط عليها بتنطق له فبيسمع
بيسمع الكلمه، مجرد ما هيشوف الصوره هو هيعرف، مجرد ما هيشوف صوره ازاي بغسل ايدي هي هو مامته شرحت له، عملت له بصوره لعبه وبعد كده هو بيشوف الفيديو فالمعلومه عنده اتثبتت اكتر. ثالث حاجه متابعه النمو، ببدا اعرفه اجزاء الجسم، بعرف دي العين، دي الفم، ده الفم، ده الانف، كل وظيفه منهم بقول له دي وظيفتها كذا، الوظيفه بتاعتها كذا، بتعمل كذا، بتفيد يعني فايدتها كذا. ببدا بعد كده اقول له الطبيب، الطبيب ده مثلا لما بتتعب في حاجه بتتعبني انت بتيجي تقول لي ان انا بطني بتوجعني او حاجه بتوجع عشان اوديك للدكتور، لو جت حتى الاخصائي في الدكتور في المدرسه جاله بيبقى عارف ده شكل الدكتور، اللي انا لما في حاجه بتعباني انا بروح اقول له يا دكتور في حاجه تعباني. بعد كده عندي الامراض والمخاطر، حضرتك في ظل مشكله كورونا، ظروف كورونا، انا دلوقتي الامراض والفيروسات والحاجات انا ببدا اقول له لا انت ممنوع تعدي الطريق لوحدك، ممنوع تلمس الكهرباء، ده بالامن والسلام. بالنسبه للامراض بمسك مثلا ببدا اعرفه الاجراءات الوقائيه، لا دي كمامه بلبسها بلبسها لما اجي اتكلم مع حد، لا انا بقف على مسافه عشان ما يجيلكش. دكتور مروه، يعني انا وانا بسمعك دلوقتي وانت بتتكلمي على الخصائص وباب كذا وباب كذا في الاطفال، انا شايفه ان ده كمان بينطبق عادي على الاطفال اللي هم مش اصحاب اعاقه برضو، صح؟ يعني تمام. احنا دايما حتى في تنشئه الطفل بيبقى فيه العاب يعني تعليميه، تمام. اللي هو ده الطبق بتاعك، اغسل ايديك قبل الاكل، غطي الاكل بتاعك، كل الحاجات اللي بتقولي عليها، والكمامه تتلبس كذا. فانا يعني انا بتهيألي يعني هل الابلكيشن دي بتخاطب الجميع، جميع الاطفال ولا اصحاب يعني الاعاقه فقط؟ هو في الرساله انا مخصصاها لفئه ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الاحتياجات الخاصه. بس لو الابلكيشن اي حد ممكن، اي ام ممكن تستخدمه حاله عادي مع طفلها اللي هو عنده سنتين وعنده 3 سنين، اللي هو التعليم عن طريق الرسومات والالوان والاصوات وكده يعني. طب هل ده الفكره دي اتعملت تماشيا مع الرقمنه والاتجاه للتحول الرقمي؟ تمام. هو التحول الرقمي في التعليم، التحول الرقمي احنا دايما فاكرين الفكره ان التحول الرقمي عباره عن اللي هو استخدام الفيزا الحاجات دي، لا هو التحول الرقمي في التعليم عباره عن اللي هو ان انا بتخلص من كل القيود التعليميه، القيود التعليميه القديمه، الطرق القديمه كلها التقليديه، وابدا اخترع طرق جديده، استخدم اسلوب جديد في التعليم عن طريق استخدام التكنولوجيا، استخدام الصور، استخدام اللي انا بدي التكنولوجيا بتاعتي بوظفها في ضوء ان انا بعلم الطفل واكسبه واخلي الطفل يبقى مبتكر، ازاي يفكر، ازاي ما ادلوش المعلومه واقول له احفظها اعملها، لا بديله المعلومه على صوره لعبه، بعد كده بديله على صوره ابلكيشن، فالمعلومه عندي بتترسخ اكتر وبتثبت اكتر. طب توجهي مثلا رسائل ايه اكتر للاسر فيما يتعلق يعني بابنائهم من ذوي الهمم، تقول لهم ايه اكتر يعني، او ايه اهم الحاجات اللي لازم يركزوا عليها؟ اولا اي اول ما تبقى اي اسره هتعرف ان عندها طفل ذوي اعاقه طبعا بتتخض، بتتضايق، بتبقى طبعا كل ام بتبقى نفسها ان ابنها يبقى احسن صوره، وربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الانسان في احسن خلقنا الانسان في احسن صوره، فربنا اداكي نعمه، ربنا اداكي وخلقنا الانسان في احسن تقويم، تمام معلش وخلقنا الانسان في احسن تقويم، فربنا اداكي نعمه حافظي عليها طوريها، اعتبريها انت لو انت اي حاجه، لو حتى لو ابنك عنده قصور في حاجه معينه، لا ده انت بالتعليم وبالتحسين هيجيب نتيجه، زي في حاجه بتقول لك ايه، مفيش حد حاول وجاب صفر، انت هتحاولي مع ابنك هتجيبيه. وعندك هو في الحقيقه يعني مادام الايه بتقول وخلقنا الانسان في احسن تقويم، يعني هو بيتكلم على الانسان بشكل عام بكل حالاته، سواء بقى هو من ذوي الهمم ولا مش من ذوي الهمم. أيوة. وده معناه انه ذوي الهمم هم مش اقل، هم مختلفين، احنا بس محتاجين نتعلم الطرق الجديده اللي احنا مش متعودين عليها للتعامل معاهم، تقبل اخر، ان يعني احنا نعرف نتعلم ازاي نتعامل معاهم. على فكره هو في حضرتك في ناس كتيره حققوا انجازات، حضرتك عندك اينشتاين كان عنده اعاقه، كان عنده صعوبات تعلم، ادسون مخترع المصباح الكهربائي كان عنده صعوبات تعلم، اللي هو الرسام فان كوخ كان عنده اعاقه عقليه. حضرتك عندك في لسه سباح في مصر عدى المنش اسمه محمد الحسيني، دوت اول واحد عنده اعاقه بيعدي المنش. عندك مريم وجيه حصل على 40 ميداليه، فالاعاقه ما عادش يعني ايه، الاعاقه مش عاقه حاله، ما عادش اعاقه جسدي، الاعاقه عاقه فكر، ان احنا يمكن تفكرنا. احنا عندنا مشكله دايما في التنسيق والترابط ما بين المهام، يعني مثلا احنا ممكن مثلا تكوني انت قايمه بدورك كويس قوي ومحضره الدراسات بتاعتك، الاهل قايمين بدورهم كويس قوي، المدرسه قايمه بدورها كويس، لكن التواصل بقى التنسيق ما بين الاهل والمدرسه والمدرس بيتم ازاي؟ هو حضرتك الطفل عنده اعاقه مسموح لولي الامر يحضر معاه في المدرسه،
اوكي يعني ده يوميا بشكل يومي؟ لا مش يومي يعني توصليه بتتابعي مع المدرس. يعني هو مسموح لولي الامر اللي عنده الطفل عنده اعاقه بيتعامل اكتر مع المدرس. طب المدربين او مدرسين بقى التربيه الرياضيه اكيد طبعا بيبقى دايما عندهم فكره هيتعاملوا ازاي مع ذوي الاحتياجات الخاصه، فانتوا بقى مثلا في الابلكيشن هتضيفوا لهم ايه او هتقول لهم ايه زياده، او انت محتاجه تديهم نصايح عامله ازاي؟ حضرتك هو الابلكيشن بيحتوي فيه جزء فيه خاص بالاسعافات الاوليه. حضرتك دلوقتي مثلا لو انا مثلا اهوت موجوده انا اتصبت او جالي اصابه، مش كل حد عارف يتعامل مع الاصابه ديت، انا نفسي ممكن ما اعرفش اتعامل مع الاصابه دي، فالابلكيشن هو الدليل ان ازاي ممكن بيتعرف من خلاله على الاسعافات الاوليه لكل اصابه، لو حصل نزيف في الانف، لو حصل اصابه في العين، لو حصل اصابه في كسر، لو انا دلوقتي مثلا حد لا قدر الله وقع وانجزع، لو ما اتشالش بطريقه صح او عملت له اسعافات الاوليه ممكن الاصابه دي الكسر دوت ممكن يتضاعف واخش في مرحله تانية. دي حاجه. تانية حاجه ان مش كل الاسر او مش كل الاسر عندهم الامكانيات الماديه او الامكانيات اللي تودي ابنها الاخصائي، فهي ممكن هو الابلكيشن او الدليل ما مش هيغني، بس على الاقل ممكن يوفر له مثلا 20% ويبدا يكمل بعد كده. اللي هو التعليم الذاتي، زي ما بدخل كده على جوجل مثلا اعرف معلومات عن حاجه معينه قبل ما ابتدي اسال عنها. تمام. الابلكيشن بقى مصيره ايه؟ يعني انت وصلتوا لمرحله ايه دلوقتي فيه؟ هو دلوقتي انا ان شاء الله باذن الله ياخد حقوق ملكيه فكريه، وبعد كده ان شاء الله اعمل اللي هو الشكل اللي هو الافاتار اللي موجود فيه، لازم مش اي شكل يتحط، يعني مش لازم اخد تصريحات معينه عشان ما حدش يقول لا ده شكل ابني او كده، فابدا ان شاء الله يعني اتخذ الاسلوب القانوني. اسم الابلكيشن هيكون ايه؟ لسه ما سميناش. طب احنا عندنا مثلا يعني في تصنيف للاعاقه، يعني اكيد اللي عنده اعاقه مثلا عقليه غير اللي عنده اعاقه في رجله مثلا او كده، فازاي الابلكيشن هيقدر يصنف كل واحد والتعامل معاه كمان؟ هو الابلكيشن ده خاص بالاعاقه العقليه القابله للتعلم فقط، يعني هل مثلا مش ناويين تطوروه انه تعملوا يعني ناوي ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله بس يعني ايه بس لما اشوف ايه اللي هيحصل يعني. لا ان شاء الله طبعا، بنتمنى لك التوفيق طبعا، وبنشكرك شكرا جزيلا. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور مروة أحمد كشك، حاصلة على دكتوراه في علوم الصحة الرياضية، ورسالة الدكتوراه بتاعتها كانت في علوم الصحة الرياضية. وصباحك صباح الورد. مشاهدينا نسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بفقرتنا الحوارية الثانية، تابعونا.